في شأن آخر، تنطلق اليوم بمدينة مكة المكرمة قمتان عربية وخليجية طارئتان دعا إليهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قبل انطلاق القمة الإسلامية في دورتها العادية غدا الجمعة. ومن المتوقع أن تناقش القمتان العديد من الملفات المهمة، من بينها التهديدات الإيرانية في المنطقة والحرب على الإرهاب والقضية الفلسطينية وأزمات المنطقة.